اتقوا والله الله. هو الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. والعلم له ناس يعني هي ملكات وتنمى بالدراسة عن طريق أهل العلم. يقال أن سيدنا علي لما كان في اليمن فجماعة حفروا زي حفرة كبيرة لأسد كان يغير على قرية من القرى تسمى زيبة. فلما حفروها الأسد وقع فيها، فالناس بيتدافعوا بينظروا على الأسد، واحد وقع في الحفرة فمسك بيد واحد، فالثاني وقع والثالث والرابع أربعة، الله جرحهم الأسد فماتوا. فشهر الناس سيوفهم من قبيلة هذه ومن قبيلة تلك 200 واحد. أنا أريك يعني كيف يكون تلقي العلم. المهم سيدنا علي قال أنا أقضي بينكم، فإن استرحتم كان بها ونعم، وإن لم تستريحوا للفتوى نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة عليه الصلاة والسلام. قالوا افت بيننا. الأول هم ماتوا الأربعة، أول واحد ده ربع دية، والثاني له ثلث دية، والثالث له نصف دية، والرابع له دية، والذي يدفع كل هذه الديات اللي حفر القبيلة اللي حفرت الحفرة أو الزيبة هذه التي سقطت. فقالوا كيف؟ جماعة وافقوا وجماعة لم يوافقوا. فسيدنا علي القتيل الأول هذا له دية عند صاحب الحفرة لأنه مقتول خطأ. هذا قتل بالمدافعة، دفع فقتل. والثلاثة الثانيين قتلوا بالمجاذبة، جذب، وده له قضية في الفقه. طب كيف ياخذ ربع الدية فقط؟ لأن ما هو تسبب في قتل ثلاثة، فكل واحد منهم هياخذ ربع 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 يفضل هو ايه؟ الله اكبر. الثاني قتل اثنين فتقسم على ثلاثة، هو له الثلث. ما هو قتل اثنين وراه. الله اكبر. ما هو صحيح. سحب الثالث والرابع. صحيح. الثالث له نصف الايه؟ نصف الدية. لأنه قتل واحد. والرابع له دية كاملة. قتل. فاللي ما وافقوش راحوا على المدينة. قالوا يا رسول الله إن عليا أفتى لنا كذا كذا. قال القول ما قال عليه. سبحان الله العظيم. الله. ولعل يمكن في اتساع العلم القضية المنبرية التي وقف على المنبر وأفتى فتية ما عرفها أحد، لا من قبل ولا من بعد. وهو تسمى القضية المنبرية قضية مشهورة في الميراث وعلم الفرائض يعرفها كل علماء الفقه، لكن ليس هذا وقتها. دليل على أن العلم ملكة ثم دراسة ثم إخلاص نية، وفي الأول والآخر واتقوا الله ويعلمكم الله ونعم بالله.